مجلس النواب وجد نفسه يعني انقلب، تم الانقلاب عليه في 2014 عندما لم يعجب تيار اللي فيه السيد حويلي والمشري، عندما لم يعجبهم افرازات مجلس النواب انقلبوا عليه ولم يعترفوا به وعملوا جاهدين على اجهاضه، والى ان اصبحوا والان يرون انفسهم شركاء معه. مجلس النواب لم يصنع خارطه الطريق، خارطة الطريق صنعها السيد حويلي ومن معه في حوار جنيف وبالشبهات المعروفه وال الرشا وما ادراك ما الرشا واللي اتت بهذه الحكومه، وربما السيد حويلي كان شاهد عليها. مجلس النواب الان استلم يعني كان دوره اجراء احداث قوانين، وهذه القوانين يعني تم مجلس النواب وذهبنا الى عمليه انتخابيه وتوقفت، لم يكن لمجلس النواب ضلع في توقفها. الان مجلس النواب الكل ينتظر منه ان يحدث حل او حزات هذه العرقله من امام الانتخابات لتحدث انتخابات، وهذا ما يعمل عليه مجلس النواب الان. اما الازمه حلها معروف جدا وهو دستور ال 51، كان علينا على الليبيين ان يذهبوا من 2011 الى دستور ال 51، ليبيا لن تكون الا فدراليه وان كل يحلحل مشاكله، غير ذلك المركزيه الان اللي صرفت مليارات 340 مليار صرف السيد السراج و100 مليار صرفها الدبيبه، هل تعتقد يا سيد الان لما تحدث انتخابات برلمانيه فقط هذه الاموال ستاتيك بنواب يمثلونك؟ ستاتي مجلس نواب لصالح جهات معينه ويمشي يعمل من طرابلس؟ نعم. واطلق الطير واجري تحت منه.